اهلا، السلام عليكم شرطة الطلاب. اخر مره اخذنا مقطع اشرح عمليه تكوين الاوريما في الرمح، تتذكر هذا المقطع؟ يوم ما سالتك قلتلك لو يجي تعرف الاوريما في الرمح، لو اشرح عمليه تكوين الاوريما في الرمح، لو ارسم الاوريما في الرمح. اكثر من هاي الاسئله ماكو. اليوم وين واصلين احنا؟ اذا تلاحظون تكوين الخلايا الجنسيه والاخصاب، اخذنا النطفه، اخذنا البيضه، بعدين اخذنا الاخصاب، بعدين شرحنا التفلجات. سبب التفلجات طلعت الأوريمة. هسه بعد الأوريمة اكو مرحلة يسمونها التمعض وتكوين الطبقات الجرثومية. فالسؤال المرشح بابا، الأوريمة مرشح، المعايدة بعد مرشح، فاشرح عملية تكوين المعايدة في الرمح. طلاب، بالبداية راح اسوي لكم وصف وبعدين اشوف لكم رسم. انت تتخيل وياي الأوريمة، الأوريمة الطوبة كرة القدم، فأنا أوصف ذاك اليوم. هذا الطوبة كرة القدم بيها أسود أبيض الجلدة، هذا صف واحد من الخلايا، وبداخله تجويف سميناه التجويف الأورومي اللي هي هذه. هذه أنت تتخيل الطوبة قصيناها بالنص، صارت نصين، نص حطيتها على رأس حسن محمد سعيد، والنص الثاني حطيتها على رأس زيد رافي. أوكي، يلا شيل الانصاص اثنيناتهم، الحموهم من جديد. اذا الاوريما عباره عن تركيب كروي وداخلها تجويف، اسمه شنو؟ تجويف الاوريما. هسه احنا شنريد؟ اشرح عمليه تكوين المعايده. جيب الطوبه جديده ما مقصوصه، بابا انتوا لازم تتذكرون الاوريما بيها قطب حيواني خلايا صغار، وقطب خضري شنو؟ خلايا كبار. انا راح الزم الطوبه من نابيدي. من يا جهه لزمتها؟ القطب الحيواني. لزمت الطوبة هالشكل من القطب الحيواني، ولزمت الطوبة من الجهة الثانية بالقطب الخضر، وبديت أدفعها. أنا شلت مكان دخول الهواء، شو أسميه؟ مكان دخول الهواء؟ الولف. مو تمام؟ أنا كل ما أضغط من جهة القطب الخضري الهواء شو يصير به؟ يطلع لي برا، يطلع لي برا، ويختفي التجويف تماما عند ملامسة القطب الحيواني. القطب الحيواني مستقر، القطب الخضري بالقطب الحيواني. اصبحت الطوبه هم على شكل نص، بس من طبقتين، هالمره وين احطها؟ على راس عبد الهادي. شنو النص اللي اختلف عن النص الثاني؟ ذاك بصف واحد من الخلايا، طوبه قصيتها بالنص. هسه لا، الطوبه ضغطتها وصارت مثل الطبقتين، حطيتها على راس عبد الهادي. هذا التجويف الجديد له اسم، يسمونه تجويف معايدي. اوكي؟ زين. الان اريد اشوفك صوره، وراح اترك عبد الهادي يقرا. باطل هنا الصوره واضحه؟ واضحه. اشرح عمليه تكوين المعايده في الرمح. اشرح عمليه تكوين المعايده في الرمح. شوف بالكتاب الرسم هذا للاطلاع، هاي عندك صفحه 167 بالكتاب. اوكي، شوف راسم لك رقم واحد الاوريما على اساس ان بدايه المعايده تبدا من الاوريمه. شوف رسم اثنين يقول لك يحصل عمليه تسطح، فدي شويه عبد الهادي راح يقرا يقول استاذ سوف تحصل عمليه تسطح في خلايا القطب الخضري. شوف التسطح راسميه بلون اصفر. بعد ذلك تحصل عمليه انبعاج، باوع الانبعاج هنا صار بهذا رسمه رقم 4 اللونها اصفر. الانبعاج الى الداخل، شوف الاصفر هنا، الاصفر تسطح هنا صار به انبعاج، وكل ما يزداد الانبعاج يختفي تدريجيا التجويف الاورومي، هذا اللي كان لونه جوزي، ويختفي بنسبة 100% التجويف الاورومي عند ملامسة خلايا القطب الخضري اللي لونها اصفر مع خلايا القطب الحيواني اللي لونها ازرق. باعوا ليحل تجويف جديد محل التجويف اللي انفقد اللي اختفى. ايش اسمي التجويف هذا؟ اسميه التجويف المعايدي. ولهذا التركيب فتحة يسمونها الفتحة الأورومية. هاي القصة كلها سجلوها مرشح من يجيك اشرح عملية تكوين المعايدة في الرمح. عبد الهادي هيك بتأني وبهدوء انت تقرأ، انا اوصف بالرسم هالشكل. يلا عيني. يبدأ تكوين المعايدة في الرمح
انت تسطح خلايا القطب الخضري القريمة. انا شوي شوي اوقفك ما يخالف. هاي القريمة هذه تسطحت خلايا القطب الخضري للقريمة. ايه؟ ثم انغماضها الى الداخل بعملية الانغماض. بابا هاي لونها اصفر طبت الى الداخل. حدثت عملية انغماض الى الداخل. اوكي؟ الانغماض يقدر شي يسميها؟ انبعاج. نحو الداخل وباستمرار انغماض خلايا القطب الخضري نحو جهة القطب الحيواني فإن حجم التجويف الأرومي ينقص تدريجيا. أوقف عبد الهادي باوع. هذا التجويف الأرومي اللي كان مالي التركيبة بدأ يختفي شوية شوية. أوكي عيني يكمل. وعند تماس خلايا القطب الخضري مع خلايا القطب الحيواني يحل محله تجويف جديد يدعى التجويف المعيدي. هذا التجويف المعيدي او المع البدائي. اسمه ثاني المع البدائي الذي يفتح الى الخارج عن طريق فتحه تدعى الفتحه الاراميه. بعدها يصبح الجنين كوبي الشكل مؤلف من طبقتين خارجيه تدعى الاديم الظاهر وداخليه تدعى الاديم المتوسط. اللي لونها ازرق يسمونها الاديم الظاهر واللي لونها اصفر يسمونها الاديم المتوسط الباطن. خو ما ناسين انه مثل لما ياتي معايده ثنائيه الطبقات الجرثوميه بالدرس القبلي. شفتوا شو تقولون؟ معايده اجنه اللافقاريات والحبليات الاوليه. وبما ان الرمح من الحبليات الاوليه فيتالف او تتالف المعايده مالته من كم طبقه؟ وحده يسمونها اديم ظاهر اللي لونها ازرق ووحده يسمونها اديم متوسط باطن اللي لونها اصفر. انا صحيح راح ارسمها وننهي المقطع. راح ارسمها والرسم هذا للاطلاع يعني ما راح يجيك بالوزاره. انت ترى الفصل الرابع بي رسمتين. هاي الرسمه مرشحه رسمناها ورسمة ثانية المظهر الخارجي لحيوان الرمح مو مهم. شوفوا هذه القريمة كانت أحادية الطبقة. باع شو راح أسوي؟ أصبحت معايدة كان مثل الكرة أصبح مثل الكوب. باع هاي الخلايا الصغار اللي ظلت ثابتة بمكانها اللي لزمنا القريمة من جهة القطب يا قطب الحيواني وظلت هاي الخلايا مستقرة بمكانها. من انبعجت باتجاهها؟ انبعجت باتجاهها الخلايا الكبار. هاي الخلايا الكبار شوفها شلون صارت. فالخلايا الكبار راح اسميها اديم متوسط باطن والخلايا الصغار ظلت بمكانها. هذا شنو اسمها؟ اديم ظاهر. وهذه اسمها اديم متوسط باطن. وانا قال لك المعايده في الرمح حبيات الاوليه تتالف من طبقتين جرثوميتين. واحده يسمونها اديم ظاهر واحده شو يسمونها؟ اديم متوسط باطن. الان هذا التركيب الى تجويف باوع التجويف. هذا تجويف ذاك هم تجويف ذاك اسمه تجويف ارومي. هذا شنو اسمه؟ تجويف معايدي. تجويف معايدي. ذاك الجنين ذيك المرحله ما له فتحه بينما هذا الجنين باي المرحلة إلى فتحة. شنو اسمها الفتحة؟ أرومية. فتحة أرومية. شباب اشرح عملية تكوين المعايدة مباشرة. أوكي؟ هسا حتى نختم المقطع قارن بين القريمة والمعايدة. ما يحتاج بعد ما يحتاج تقراهن والله. تركيب كروي الشكل كوبي الشكل على الرسم. هاي رسمة للاطلاع. اثنين مؤلفة من صف واحد من الخلايا بينما هذه كم صف؟ صف. هذا إلى تجويف اسمه تجويف أرومي. هذا إلى تجويف شو اسمه؟ تجويف معايدي. هذا التركيب ما بيه فتحة. هاي بيه فتحة أرومية. شو اسمها الفتحة؟ أرومية. شوف صحيح هي معايدة بس الفتحة مالتها يسمونها فتحة أرومية. هذه المرحلة نشأت من الدور التوتي بينما هذه المرحلة منين نشأت؟ من القريمة. أوكي؟ وختاما ترى الفتحة الأرومية بالمستقبل تمثل النهاية الخلفية للحيوان. أكيد الجهة المقابلة شو تمثل؟ النهاية الأمامية للحيوان. هذا المقطع خاص بالمعايدة. خلينا المقطع حتى إن شاء الله نلحقكم بالمقاطع الباقية. باي.